لاهي بلوكك كما كنا نحكيو قبيله. وفي الاطار هذايا تحضر معنا اخصائيه التجميم ملاك عرفاوي. مرحبا ملاك. مرحبا بك ميسا سافا. اكبس روحك اكبس الكلكم تتجعونوا. ملاك جيتنا اليوم كاخصائيه وخيتي قالوا بحضرنا ضيفنا الفنان عمر. اهلا بك. تقول لنا شنو تنصحوا ساعه هكا كي تشوف كي شفتوا المرا نصائح هكا تعطيهم له؟ هبط عينيك كسره. اول حاجه ننصحوا بالانترينمون يكون سيفير. اش مدخلك انت يا دبا؟ لونترينمون باش ينقص الكرش. عقدتني هنا الكرش والله. ما عقدتني اعطيني لاستوس كيفاش باش نعمل. اوكي، اول حاجه يلزمو يعمل انترينمون ويحاول يعمل مسكولاسيون مش الاكتيف نتاعو هكا يبين اكثر والكل. اعطيني يا طفله صفات ميك خليني نقول. عرضت لك بالجي وسيدي المحروس لا تروح. ليه يا زني خيا وخيتي ليه تشعملت لك ليه؟ شعر عملت زراعه شعر؟ لا طولت شعري. قلت له هكا شوي بالوجه وشوي هكا كا هو بطبيعته كي باش يعمل اونترينمون مش يعكس له على اللي فيه نتاع وجهه تتحسن حتى من الكاليتي بتاع وجهه تتحسن بالكدا. هذاك اللي موجود. ايا تنهي مع البنات وسكر فمك. انت لاحظت لي فما زراعه شعر؟ اي في مقدمه راسه. تتفصص تعطيك دماغه؟ لا طولت شعري. عندي فراغات. صحيحه ولا غلطه هي؟ شكون؟ هي لا مش صحيحه. لا غلطه؟ غلطه والله غلطه. لا عاد حتى هذاك لي خليني بتجي هنا نقوم خي. باهي نبداو بالتصاور وفما ملاحظات اخرى. اوكي نبداو بالتصاور. باهي اول تصويره. هذو ما تصور من اطلالاتك التلفزيه خلينا نقولوا. طيب. في برامج تلفزيون هوني نحسوا ستايل حبوبه. اما ليه هذه عقلت لهم اسكتوا. شميز حبوبه. لا بالعكس هذا ستايل حبوبه. لا مستحيل. وي انت تشوفي ستايل حبوبه. اي شميز ستايل تاع حبوبه. شميز حبوبه. لا بالعكس هذا ستايل حبوبه. لا مستحيل. وي تشوفي ستايل حبوبه. اي شميز ستايل تاع حبوبه. لا غلط. شوف من هوني اللي هو تبع حبوبه. اي الشوميز تاع حبوبه. مع احتراماتنا للفنان الكبير اللي عرفنا الهادي حبوبه ما لا مقارنه. انا ستيل هذاك ما نلبسوش. كان تقبل لك الشوميزات هكا انا لا مش معناها ستيل حبوبه خايب. لا مش خايب ما قلناش خايب قلنا ستيل هذاك مش جوي فهمتها. ستيل هذاك ستيل حبوبه. اي فك عليا عاد انا خليك تلجرام ونهج. شنو انت؟ هي مزيانه والتنسيق مع البنطلون البلون حلو. مزيانه. باهي الصوره اللي بعدها. شوميز مضخمه لبسه تخي تخي كلاس. مزيانه اللبسه. هوني مزيانه اللبسه. باهي التصويره اللي بعدها. مش كان عرست خير من اللي تتفرج في التصاوره. في الويكاند عطيونا برنامج اخر تصويره اخرى. هوني في ملة توينسا الحوار التونسي. هوني بدل جملة واحدة لوكا. هوني نحس كان ماشي يعمل في قهوة من بعد أبارامون بدل رايو مشى مشى البلاتو. هيزي ما تقشقيش الحنيط. لبسة هذه تاع قهوة مش تاع باساج في تيلي. الأرتيست يلزم تكون عنده الريشة. اقرب شوية اقرب اقرب. سليم هذه كيفاش نمرمدها إلكترونيا كيفاش؟ مسح بالك معاها مدى. والحضور الركحي يلزموا لبسه مضخمه برشا. لا انا عكسك. دونك اللبسه هذه اللبسه هذه شويه يا بنتي بشويه. لا البرنامج هو اللي يحكم عليك شنو باش تلبس. فرق ما بين لبسه تمشي بها الباساج في تيلي. فرق ما بين لبسه ياسر شيك اللي لابسها الكابوت هذاك من اعلى تيراز. الصباط كيف كيف السروال كيفاش مش متناسقه. الكابوت مزيان تحفون مي ماهوش متناسق مع اللبسه. وانا اللي نشوف فيه ماهوش بتاع باساج بتاع تيلي. اللبسه كيف هكا نتاع تنجم تخرج بها تعمل بها قهوه. باهي عندنا تصويرات برشا على فكره خاطر انا نعرف نلبس على الاخر معناها. اي شو نعرفك لاهي بلوك كذاك علاش عجبت لك اخصائي التجميل حاطين. يا اخي انت جيك عجب. إيه قال لك يا لله اكل حمام يبدا يجيب في القمح والشعير ويلوحلها في حجره. يجيب في القمح والشعير ويلوحلها في حجره حتى لين يا لله تتحصل تقول انت ما يملى في المثل غربي. وقالوا زيدة تحصل مصلي على النبي ما يملى قصعه.
تبارك الله عليك، عندك اللازم في اللازم وين يلزم وكيف ما يلزم. تحكي في حكايه قالت مش متناسقه، كيفاش متناسقه؟ فما لوك، فما لوك تحب ديما يشكو هكا شاطرك في زوج تصاور. فما لوك اللي تخي كلاس هذا. ترى التصويره اللي بعدها هوني لبسه مدخمه مزيانه، هذه لبسه مدخمه مزيان، ما يجيش سبور شيك هكا، ماهوش سبور شيك هذا. يا ولادي هزوا عليا، يا ولادي هزوا عليا باش تجلطني، يا ولادي ابعد عليا خير. باهي مازال عنا تصاور. ياسي غالطه هي، غالطه على طول الخط. انت فما شكون لهيلك باللوك؟ وحدي. وحدك؟ وحدي. اي هاي سبيسياليست. انا شاكك فيها، هي سبيسياليست بصراحه. لا خليت ولا بقات، الاصل والمفصل والسيره الكل جبدتهم. شكرا ليك مالك، يعطيك الصحه. هذا استوشك واقلب. انا ان شاء الله ما تغششتش عاد برشا. اوه شنو ما قلقتنيش؟ لا لا بالكل مسكين، عاد تشوف فينا زاهين فرحانين. متاكده اللي هي اخصائيه تجميل معناها؟ متاكده بيان سور. لا اله الا الله، لا اله الا الله، اما ليه ما نظنش؟ تو جمهوري يلاحظ ويقول لا ما نظنش، هذول يتفاديك يا كاميرا كاشيه بالرسمي هذه. ليه تحكي على اللبسه يا بنتي؟ شبيك؟ قالت لي لا، قالت لك نتاع قهوه. نو فاش قاعده تحكي يا بنتي؟ نعرف نلبس على الاخر ومانيش محتاج لها بصراحه باش تقيمني. انا من رايي انا نقيمها المره هذيك. انت تقيم؟ اه بيان سور. ما تعرفش تلبس؟ كل مره يجيبوا لنا ماركه جديده للبيت.